رمضان شهر مشهد بالملايين. اسلام مشوار كبير 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 يعني، مفاوضات، عقود مع كل الجهات، سواء الزراعة سواء الموارد المائية والري، ولكن في النهاية نجاح كبير جدا. وهنبدأ مشروع احنا بنسميه برنامج دعام مشروع القرن، فعلا مشروع القرن الزراعي في مصر، مشروع 181 ألف فدان. احكي لنا دماغك عاملة ازاي في هذا المشروع، كيف تفكر في هذا المشروع؟ بص، احنا المشروع ده بنفكر فيه من سنين طويلة، وزي ما حضرتك تفضلت وقلت كان مشوار طويل في التفاوض وحل مشاكل بتواجه القطاع بشكل عام، يعني مش بتواجهنا احنا لوحدنا. اختيار المساحة الكبيرة دي هو مرتبط بالأساس بحجم فجوة ضخمة جدا في الغذاء موجودة في مصر، وخصوصا في الحبوب والسكر. كان طبعا جزء برضو مهم من التحديات أمامنا الجزء الخاص بفهم القطاع المصرفي لقطاع الزراعة. القطاع المصرفي بيتخوف بشكل كبير جدا قطاع الزراعة، ريسك طبعا، ريسك كبير جدا بالتأكيد، وكمان لقلة المعلومات اللي موجودة أو المتداولة وضعف يمكن الجودة بتاعتها، فكان طبعا تحدي كبير جدا. بس الحمد لله قدرنا ان احنا نقدر نعمل يعني نوع من انواع التحوط ضد المخاطر بوجود المصنع. مصر بتستورد 1.2 مليون طن سكر في السنة، المصنع ده بيسد 900 ألف طن منهم. الأرض دي تقدر تطلع حوالي 40-45% من احتياجات المصنع، وبعد كده تقدر انت تعمل زراعة تعاقدية مع الأراضي الصحراوية اللي حواليك، المطورين اللي حواليك، تشجع مطورين وتشجع رؤوس أموال تدخل في مجال الزراعة. مش بالضرورة الناس تكون بتشتغل في الزراعة، عايز 200 ألف فدان تانيين يتزرعوا برضو بنجر السكر. طبعا عايز 200 ألف فدان تانيين يتزرعوا، لأن هيتزرع في دورة ثنائية في الصحراء، يبقى انت بتتكلم في 100 ألف فدان في السنة وبتتبدل في السنة اللي بعدها. وعايز مزارعين من الوادي، عايز حوالي 25-30 ألف مزارع يدولك. فهي مشاريع السكر الحقيقة، ده الفضل مش لينا في الموضوع ده، الفضل لربنا، وهي طبيعة صناعة السكر سواء كان من القصب أو من البنجر هي اللي بتقدم الكلام ده كله. التحدي كان الحقيقي ان انت بتفك العقد والطلاسم اللي موجودة عندنا ومتوارثة بقالها كتير.